خمس تعادلات في 9 ماتشات واربع ضربات جزاء في ماتش واحد في جولة ممكن نعتبرها الأقل فنيا من ساعة بداية الموسم. أهلا بيكم في أخطر دوري في العالم. في حراسة المرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك اللي تصدى كل أنواع الكور من جوه منطقة الجزاء ومن بره منطقة الجزاء عشان ياخد العلامة الكاملة. في خط الدفاع أسامة إبراهيم اللي بيثبت إن هو واحد من أفضل لاعبي الدراويش في الأسابيع الأخيرة، وضد طلائع الجيش عمل جيم هايل جدا على باك ليفت صعب زي عاصم صلاح. محمد أنور مدافع الاتحاد بيواصل الأداء الثابت الموسم ده وبيسجل جول التعادل مع بيراميدز بكعب جميل جدا. معاه رامي صبري كابتن إنبي اللي سجل جوله الرابع الموسم ده في المقصة من رأسية حلوة جدا، وكل كورة ثابتة لإنبي كان دايما رامي صبري بيمثل خطورة منها على دفاع المقص. علي معلول باك ليفت الأهلي. يمكن علي معلول أداؤه ما كانش بنفس القوة طول التسعين دقيقة، لكن في آخر تلت ساعة ظهرت النسخة الأصلية من معلول، انطلاقات وأسست الجول الثالث الحلو جدا لأحمد الشيخ. في خط الوسط عمرو موسى لاعب المصري، مش عشان بس سجل ضربتين جزاء من أصل 3 اتحسبوا للمصري ضد أسوان، كمان بيقوم بدورين في الملعب، بيقطع الكرة وبيسلم زمايله، وهو اللي بيمول المهاجمين بكور في عمق دفاع الخصم. معاه دونجا لاعب بيراميدز اكتر لاعب وسط قطع الكرة في الجولة دي، عمل تغطية دفاعية ممتازة جدا على طرفين الاتحاد احمد رفعت واوكوي، خصوصا مع الضغط الهجومي لسيد البلد في الشوط التاني. شيكابالا بيحتفل بعودته لتشكيل الزمالك بجول حلو قوي بعد غياب 3 مواسم عن التسجيل في الدوري المصري، وكمان بيقطع الكرة اللي سجل منها الزمالك الجول التاني علشان يطمن جمهوره وجمهور الزمالك ان شيكابالا دايما موجود وقادر يمتعهم في اي وقت مهما طال غيابه. مع زميله محمد أناجم اللي قدم افضل مبارياته مع الزمالك في الموسم ضد الجونة، لأول مرة أناجم مش بيهدر سرعته ومجهوده في الجري على الخط، وبيقدر ان هو يضم للعمق علشان يكون مهاجم تاني مع عمر السعيد، وبالطريقة دي سجل الجول التاني وجول تأكيد الفوز. أحمد الشيخ أكتر لاعبي الأهلي محاولة على مرمى طنطا، واللي حصل على ركلة الجزاء اللي فتح الطريق الفوز في الشوط الأول، وسجل الجول التالت علشان تكون بداية الحفلة اللي عملها الأهلي. ومعاه من الأهلي كهربا اللي الدقيقة 60 ضد طنطا كانت لحظة فارقة في مشواره مع المارد الأحمر عمره ما هينساها، نزل غير شكل الأهلي هجوميا تماما، جولين واسست في تاني ماتش ليه مع الاهلي في الدوري علشان يقدر جمهور الاهلي فعليا يرحب بكهربا. افضل فريق في الجوله الاهلي بالخماسيه في طنطا. يمكن الاهلي ما ظهرش بالاداء القوي اللي ظهر عليه في الماتشات اللي فاتت، لكن في النهايه هو بيكسب وبيحقق الانتصار ال11 على التوالي، والاهم دلوقتي بالنسبه للاهلي ورينيه فايلر هو انه ياخد ال3 نقط، خصوصا مع الضغط الكبير اللي بيمر بيه الفريق في الدوري ودوري ابطال افريقيا. الاهلي رغم ان هو اتاخر في تحقيق الفوز الكبير محافظ على شكله الهجومي وهويه الفريق والضغط اللي بيفرضه على اي منافس، ولما طنطا وقع بدنيا كان الاهلي قادر يستغل ده ويسجل 4 تجوال علشان يزود فوزه ويوصله ل5 اهداف. افضل لاعب في الجوله محمد ابو جبل حارس الزمالك، او بطل الانتصار الصعب في ملعب صعب ملعب الجونه، اول انتصار للزمالك عليه وكان بطله حارس الزمالك، صد اكتر من كوره خطيره علشان ينال اشاده مسؤول الجونه قبل مسؤول الزمالك. محمد ابو جبل من ساعه ما حرس عرين الزمالك وهو ماشي بشكل كويس جدا وبيطمن جمهور الزمالك علشان يستحق يكون افضل لاعب في الجوله. افضل مدرب في الجوله رينيه فايلر مدرب الاهلي اللي قادر ان هو يحافظ على الشكل اللي بيقدمه فريقه مهما غير في المراكز ومهما غير في الاسماء، ولما كان الاهلي نايم شويه وهو كسبان 1-0 ضد طنطا عمل تغييرات هجوميه، نزل كهربا ونزل مروان محسن فغير شكل الاهلي هجوميا وخلص الماتش في ظرف 20 دقيقه بس من 1-0 ل5-0. أجمل هدف في الجولة هدف مروان محسن للأهلي في طنطا، جملة بدأت من عمرو السولية لمروان محسن اللي سلم كهربا كورة حلوة جدا واستلمها منه تاني بشكل حلو جدا، وكمل حلاوة كل ده بفينش حلو سجل منه الجول الرابع للأهلي.
مفاجأة الجولة 5 تعادلات في 9 ماتشات علشان شكل الجدول ما يتغيرش. اهلا بيكم في الفترة اللي بيقع فيها لعيبة الدوري بدنيا. وصلنا الجولة 13 واغلب لعيبة الدوري اتأثروا بدنيا باستثناءات بسيطة جدا، وهي دي المشكلة اللي دايما بتقابلنا مع تلاحم المواسم وضغط الماتشات وعدم قدرة الاندية على عمل معسكرات محترمة. والسؤال هنا، امتى هيبقى عندنا فاصل زمني في الصيف الاندية تعمل بيه معسكرات محترمة عشان ما نشوفش المنظر ده بعد 13 جولة بس؟